أن الشبكية تعتبر قنبلة كيماوية موقوتة. هذا الشبكية هو العجين اللي كيخبزوه النساء بعد ما يحضروه كل وحدة على خبرتها. من اللي كيتخبز في الزيت أولا، من اللي كنرفعوا الحرارة فوق 100 حرارة فوق 100 درجة، بحال مثلا التعقيم كنعقموا على 120، هي 121 درجة سلسيوس. من اللي كنعقموا على 120 درجة مثلا، جميع المواد الغذائية التي تحتوي على بروتين وسكريات تتكون فيها واحد المفاعلة كيماوية تسمى مفاعلة مايار. هذه مفاعلة مايار كتعطي الميلانويد. هذه الميلانويدات كيجيو من تفاعل بروتين مع السكريات. السكريات يعني المختزلة، يعني هذه السكريات البسيطة طبعا، ماشي النشا. فهاد الميلانويدات هي معروفة عندنا احنا في علم التغذية من كابحات البيبسين، تتكبح الهضم تماما. كتخلي من اللي كيتكبح الهضم وكيتعطل كتولي عندنا اوبسيت، يعني هذه ستوميك اوبسيت، يولي انزعاج على مستوى المعدة. ملي كيتعطل عمل المعدة كيولي خطر، يعني اللي غادي يتبعوه هو المشكل ديال المعي الدقيق. هذا لان المعدة داكشي اللي ما يتهضمش كيكمل في المعي الدقيق، لان المعدة كتهضم البروتين حتى لمستوى البيبتيدات، والبيبتيدات تيكملوا في المعي الدقيق بالكالباين والكاتيبسين والكاسف، كالسيوم اكتيفيتد ساركوبلازميك فاكتور، هادو اللي كاينين في المعي الدقيق. الدهون ما كتهضمش في المعدة، الدهون كتحل كتاميلسيفيكيشن، يعني كتدوب بالصفراء ديال المرره في الديودينوم في القناه الاثنا عشريه، ثم الليباز، هذه الليباز اللي جايه من البنكرياس كتلاقى معها في المعي الدقيق، يعني تيكون الهضم ديال الماده الدسمه في المعي الدقيق. وكل ما كانت الماده دسمه بحال اللحوم كل ما المراره كترهق، لان كتعطي واحد الكميه كبيره باش دير الحل الماء، باش ماشي الحل الماء، باش دير يعني هذيك الشحوم تدوبها، كدوب تتولي متجانسه هذه. فهذا المشكل اللي كاين ديال الميلانويدات، ملي كيحبس البيبسين المعده كيتعطل العمل ديالها. كيلاحظوا الناس ملي كيفطروا بثلاثه ولا اربعه القطعات ديال الشباكيه وعاد كياكلوا، كيلاحظوا على ان اولا يعني ما كاينش الهضم، والمعده كتنفخ كتزير، كتنفخ لي من المعده وما كيكونش عندهم هضم حتى ل 10 الليل ولا 11 الليل، باقي الجسم ديالهم منفوخ. والا زاد كملها اشرب الماء، كتكون كارثه. لان الماء ثقيل كيهبط لاسفل المعده والاكل كيطلع لفوق، الاكل اخف من الماء. شوف لا حتى الخبز في الماء، الخبز كيطلع لفوق لان الماء ثقل من الماء. خاص الناس يعرفوا هذه القضيه. واخا يشربوا الماء فهو الاخر الماء كيهبط لتحت، يعني كيدوز كيهبط لتحت. الماء ملي كيتقل هذه المعده هذه كيرشح ديليوشن، كيدير عمليه ترشيح البيبسين، ما كتبقاش مركزه، ما تبقاش البيبسين مركزه. ملي كترشح كيولي العمل ديالها كينقص بخمسه الاضعاف ولا اكثر. يعني النشاط الاكتيفيتي ديالها كتنقص، بمعنى الناس اللي كياكلوا الشباكيه وكيزيدوا يشربوا نص لتر ديال الماء ما هاضمينش هادو قبل 12 الليل، هادو ما يهضموش قبل 12 الليل. الا زادوا كالوا المسمن اللي ما خامرش، بحال الرزيزه ولا الملاوي ولا فطاير، هادو اللي ما خامرينش كيزيدوا يعطلوا العمل ديال المعده وكيولي تحمض معاها، كيولي تحمض. علاش؟ لان ستارتش هذا لاميدون يعني النشا كيتهضم في الفم بالاميليز، ولكن ما كيتهضمش كله في الفم، كيبقى لا اميليز كتبقى شويه نشطه في الجهه العلويه ديال المعده لمده واحد جوج دقائق ولا ثلاثه، من بعد كيتحلل بحمض الهيدروكلوري ديال المعده الاتش سي ال. فهاد المسائل هذه كلها، شوف الشباكيه تحدث يعني اشياء يعني خطيره جدا. هذا من جهه، من جهه اخرى ملي كنخبزوا هاد الحلوى الشباكيه في المقله في الزيت الروميه، زيت المائده، زيت المائده فيها محفظات البي اتش تي مع البي اتش اي الهيدروكسي انيزول. فهاد البي اش او البي اش تي هما معروفين هادو، يعني هادو كيديروهم الصناع ضد التاكسد باش ما نشموش ريحه الميطال، باش ما نشموش ريحه الزنخ، ريحه التاكسد ديال الزيوت، لان يعني الزيوت بدون هاد المحافظات الناس ما يقدروش يشموها، لا يمكن. غادي يولي تشم ريحه الخليع في. فهاد المواد كتشربهم الحلوى، كتاخذهم من زيت المائده، ثم البيروكسيدات
كتكون عندنا كيظهروا البيروكسيدات والايبوكسيدات هما الاولين، كيظهروا الايبوكسيدات من بعد كتعطيك بيروكسيدات. هاد البيروكسيدات كيوليو جذور حره، وهاد الجذور الحره هي اللي كتخرب القولون، والجذور الحره هي اللي كتسبب جميع الاعراض، جميع الامراض، ماشي مرض ولا جوج، جميع الامراض كتسبب من الجذور الحره، يعني من الاسيدوزيس، من تحمض الدم، حتى السرطان، حتى الحساسيه، حتى يعني امراض القلب والشرايين، حتى يعني الامراض المناعيه، لهذه الجذور الحره. خلل، اي خلل في الجسم، اي خلل كيف ما كان، على مستوى الدم ولا على مستوى الوظائف ولا الاعضاء ولا المخ ولا، هو كيجي من الجذور الحره. يعني تاكسدات كنسميوها حنا تاكسدات داخليه. وهذا الشيء علاش النظام اللي فيه المضادات للاكسده ناقص مالي كيكون مراد، ملي كيكونوا عندنا المضادات ماش نسميناهم المضادات للاكسده، لانهم كيمصوا هذه الجذور الحره، كيسبقوها الاكسجين، كيشدوها ما كيخلوهاش تستهلك الاكسجين باش يمشي للخلايا، باش الميتابوليزم في الخلايا على مستوى الميتوكوندريا تدار كما ينبغي. منهم هنا منين جايه الاسيدوزيس، هذه تحمض الدم، وتحمض الدم راه كيديروا غير جوج المواد، اللحوم والالبان، هما اللي كيديروا هذا التحمض الدم. الناس اللي عندهم اسيدوزيس يحيدوا اللحوم والالبان، صافي ان شاء الله ما يكونش مشكل. فهاد الحلوى الشباكيه الميلانويد مع البيروكسيد ما كاينش ما اخطر منه احنا بالنسبه لنا، بالنسبه لنا اللي كنصنفوهم على المواد الخطيره التي تاتي من الطبخ. يعني كاين مواد كتجي من 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 الحقل، بحال المبيدات، بحال النيترات، بحال السيلفايت، بحال المسائل هذه اللي كتجي، بحال البلاستيك كيجي من التعليب، ولكن كاين مواد كتجي من الطبخ، تتكون اثناء الطبخ، ونوع الطبخ بحال القلي في الزيت كيعطي بيروكسيدات، يعني هذه ما، والزيت ملي كنديروها مع الماء في المرق من درجه الحراره 100 درجه ما كتفسدش الزيت، ولكن ملي كنسخنوها في المقله لوحدها كتوصل ل 250 حتى ل 280 درجه، 280 درجة كيتكون الأكريلاميد، كيتكون الأكريلاميد، لأن النشا ستارتش ملي كيسخن في الزيت على 280 درجة، باش نصحوا المفاهيم، لأن كاين برامج اللي دازت في المغرب في التلفزيون، وكاينين بعض الباحثين اللي عيطوا عليهم وكانوا كيتكلموا على الميلانويد وكيخلطوها مع الأكريلاميد، كانوا أساتذة باحثين اللي دازوا في واحد البرنامج ودزت معاهم أنا، اللي خلطوا الأكريلاميد مع الميلانويد، باش نصحوا حتى الباحثين. لاكريلاميد كيتكون من ستارتش، من لاميدو، من نشا اللي كيتسخن في الماده الدسمه على 200 درجه، 280 درجه، هنا كيعطي الاكريلاميد، الاكرايلاميد. الميلانويد هي مفاعله مايار، كتجي من البروتين اللي كيتحد مع السكريات، السكريات البسيطه المختزله، هذا تعطي ميلانويد، بمعنى ان الشباكيه تعتبر قنبله كيماويه موقوتة، وهي احنا كنوريو الحقائق، احنا كنوريو الحقائق، هي حلوى مغربية عريقة، ولكن الخطر كاين، ماشي احنا غادي نبقاو شادين هذه الحلوى نتصوروا معها والسرطانات في الناس والامراض المناعية في الناس، يعني خاص علي الا كان فيها خطر صافي، يعني خاصها تحبس، خاصها تحبس، خاصها تحبس، وخاصها تموت، وخاصها تنقادرد، وخاصها تحيد من اذهان الناس، يدير بحال ذوك الجذور اللي تكلمتي عليهم. لا لا لا، احنا بينا دابا الحقائق بالتفصيل بالمفاعلات الكيماويه وبالمسائل، يعني النشا لان هي كيزيدوا فيها الدقيق، هي الحلوى الشباكيه كيعجنوها بالطحين، هذاك الدقيق فيه لاميدون، فيه النشا ستارتش، هذاك النشا كيعطي في اللي تسخن في الزيت على 280 درجه. اللي درناها في الفران ولو. بعدا في الفرن كتعطينا اقل ولكن كتبقاو نفس الاقل. وهذا الميلانويد بالصناع هو تسميه واحد المنتوج اللي مرغوب فيه الميلانويد، لانه كيعطي اللون ديال هذاك اللون البني، اللون الذهبي للحلويات والبسكويتات، بحال دابا هاد لا رياكسيون دو مايار هي ديزيرابل، هي الصناع مثلا في البسكويتات وفي بعض الحلويات لي كاطو وهذاك الشيء كيبغيوها، بحال حتى الخبز، الخبز الا ما بانش لك مذهب ما يمكنش تشري الخبز ابيض، خبوزه هو ابيض يعني ما تبغيش، لكن هذيك القشره ديالو خصها تكون مذهبه، وهذيك هي مفاعلات مايار ديما كتعطي هذاك اللون مذهب، هي اللي كتعطي اللون، قد ما كانت الحلوى الشباكيه كتقشعوا اللون ديالها زوين، قد ما كيكونوا فيها هاد الميلانويدات وهذا المشكل ديال نعم. والغريب ان حتى الاكريلاميد بحال الشيبس مثلا، هادو الفريت، ما الفريت ناخذوا الفرنش فرايز، هادو الفريت ملي كيخبزوا العيالات مثلا في الزيت، قد ما ولا مذهب، قد ما اللون ديالو ولا داكن شويه مذهب، قد ما التركيز ديال الاكرايلاميد كيكون مرتفع.
واللي كيقلي الجمرات نص قليل اللي كيقلي الفريت مرتين تما ولات كارثه. واللي كيعطي الاطفال الفريت مذهب الصباح وعشيه غادي هاد الاطفال يوليو يفرفروا ماشي كثير الحركه واللي كثير الحركه الهايبر اكتيفيتي كثير الحركه لان الاكريلاميد كيدير انزعاج على مستوى الجهاز العصبي عند الاطفال.